صباح الخير يا دكتورة رشا. صباح النور يا فندم. ابني يا دكتورة مستواه وحش جدا في الانجليش وبيقول لي يا مامي اصحابي اشطر مني وانا خايفة على نفسيته. هاي ابن حضرتك في كلاس ايه؟ كلاس اندي كي جي وان. خلاص انا تبع المرضى بنفسي وقعد مع التيتشر بتاعت الكلاس وهنعرف مستواه ولو محتاج ريميديا نعمله. متشكرة جدا يا دكتورة.